ابن خال أسامة يفتح ارتباط أسامة شيرين. شاهد المزيد من التفاصيل. البداية مع نور ستارز اللي تفاعلت مؤخرا بريل جديدة على صفحتها، كمان جاوبت على أسئلة الجمهور، مين بينهم في حدا كتب لها إنه هي ما بتعرف تغني، وهذا كان رد نور على هذا التعليق. أيضا شيرين تفاعلت مؤخرا بريل، وقام ابن خال أسامة أحمد بوضع لايك على ريل شيرين، ويذكر إنه كل عيلة أسامة عم يتفاعل مع منشورات شيرين مثل لارا زوجة يمان أخ أسامة، وكمان أصالة زوجة أنس. ننهي فقرة الأخبار بستوريات لانا ولينا محمد. هاي جايز، كيفكن؟ أول شي اشتقت لكم كتير، أنا أسفة القطعة القطعة، يعني تقريبا في كنت أقوله أسبوع ما نزلت شي. أوكي، فكان اللي عم يصير معي هلأ أنا مريضة على الآخر، صوتي رايح، مرشحة، حلقة موجاني، كل شي. هاي واحد. اثنين، جهزت حالي للعيد، سويت اضافري وحطيت رموش وبس، وهي ميلا جاهزه للعيد. وين بدنا نروح؟